حليلكم يا حليلك انت براك، يديه مزاهر زي القمر في علاك، يديه مزاهي زي زاهية ما أحلاك، إلى آخره. أول ما وصلنا تاني يوم لقيت واحد قلت له وديني لدكان ببيع الآلات المستعملة، فقام ساقني، فعندي قريشات عندي دولارات وكده، اشتريت جيتار وسماعة تذكر عسك في البيت البيتيل في 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 الشعبية في شارع المدارس في السودان، في السودان مرمان. الجيتار والسماعة فوندر في حتة لما انفترنا بيجوا ناس عبد العزيز ونقول لهم، هم طبعا دايرين حقهم، يعني انت وصلت للولاية دي ما بيعرفوا انك انت كنت بتغني. أيوة أيوة. تعبان ولا كده، لا دايرين حقنا، ناس الغربة كانت لهم طبعا ده يسمع. فعبد العزيز وهنا يقول بعدين الرجال يرسلوا النسوان امشوا يقول لهم نحن في غربة ونحن ايه ونحن ايه، لانه كثرة الحكاية يوميا طبعاً. طيب انا حبيبي انا سميري انا في الدوار انا حبيبي انا سميري انا في انتظار انا لكم جميعا التحية من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المرة تحييكم كاميرا قناة أنغام الفضائية من منطقة أنانديل بولاية فيرجينيا ومن منزل الابن سعد عبد الكريم الكاملي. حقيقة يسعدنا كثيرا أن نواصل هذه السيرة والمسيرة التوثيقية وبتفاصيلها الدقيقة، ولأول مرة حصريا لقناة أنغام الفضائية مع الأستاذ الفنان الدكتور عبد الكريم الكابلي من مغتربه بالولايات المتحدة الأمريكية. كابلي يروي من خلال هذا البرنامج الذي أسميناه كابلي يتذكر في مغتربه، يروي لنا ولكم قصة حياة وكفاح مليئة وثرة وذاخرة بالإبداع، هذا الإبداع الفني والذي من خلاله تناول العديد من جوانب الحياة المختلفة في معظم جوانبها.
لك عمري حبيبة عمري حبيبة عمري تفشى الخبر وذاع وعم القرى والحضر وكنت أقمت عليه الحصون وخبرته من فضول البشر صنعت له من فؤاد المهاد ووسدته كبدي المنفطر ومن نور عيني نسجت الدخار ووشيته بنفيس الدرر ومن حوله شبكت الضلوع فنام غريرا شديد الخفر وقد كنت أعلم أن العيون تقول الكثير المثير الخطر فعلم ذكرت حديثك ذاك الخيول ذكر
سمعت حديثك ذاك الخيول وصوتك ينساب منه الخفر حبيبة قلبي رهيب كثيف
البصر. وقفت عليه أدق الجدار، فما لا نهونا ولم ينشطر. هواني حرام على قلبي المنكسر. وما كنت أنوي أقول الكثير، ولكن برغمي تفشى الخبر. حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، حبيبة قلبي، يا 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 حبيبة قلبي. وهل كان ذنبي إذا كنت يوما نسيت قاسم الشابي ماذا قال؟ الشقي الشقي من كان مثلي في رقة في حساسيتي ورقة نفسي. أيوة. فده يعني لو جئت بمجموعة من الناس وبينهم فنان كشاعر زي جماعة وموسيقي حقيقي أو ومنظر بتاع مشهد لطفلة صغيرة بالية الثياب وباين عليها الجوع وياتوا فيهم الكبد ذوبي بترجف، قطعا الفنان يتقطع ألما. نعم. فلذلك الإحساس المفرط هذا بيجعل في منتهى الشقاء. صحيح. يحس بألم الآخرين ويسعد كذلك. نعم. الحديث طبعا عن جماع ذو شجون، وإن شاء الله يعني نفرد له بإذن الله لقاءات أخرى كثيرة، وأنت تتحدث عن المتنبي وعن جماع تجاني يوسف بشير وهؤلاء العمالقة الذين أثروا يعني حياتنا في هذه المجالات المختلفة وما زالوا. وأنا أفتكر الفن الأصيل زي ما قلت يصارعون حتى الآن المتنبي وجماع وغيره من الأفزاز، سواء كانوا من المغنيين الشعراء الرسامين، ما زالوا هؤلاء هم في قلب الصورة. وده لأنه دي الفن الأصيل يا كابلي. واليوم للأسف الشديد امتلأت هذه الدنيا بالفن الغس، لا يستطيع هذا الفن الغس أن يطرد الفن الجميل، بل العمل الجميل يطرد الغس، سيظل هكذا.
والذين يقدرون الفن. والآن الناس رجعت، لو في السودان رجعوا لفترة الستينات حتى الشباب، وفي مصر الحبيبة أم الفن حقيقة رجعوا برضو لتلك الفترة، عبد الحليم حافظ، فيروز، أم كلثوم، في أمريكا إلفيس بريسلي، فرانك سيناترا وغيرهم. لكن خلينا نحن في الحلقات اللي فاتت تجذر بنا الحديث هنا وهناك، تحدثنا عن سواكن الحبيبة وعن بور سودان وعن المدرسة، وتحدثنا عن قصة الصفارة والعزف على العود، وانتقلنا طبعا كيف كان العود مع الأستاذ خليفة صديقك العزيز، وتحدثنا عن مدرسة أم درمان. هنالك توقفنا كثيرا في مدرسة أم درمان، وكان حديثنا عن الصحاب والأهل وبدايات الفن. الآن يعني نحن نصغي لك وانت تروي لنا يعني ماذا حدث بعد إكمالك لمدرسة التجارة بأم درمان. كانت سنتين ولا أربع سنوات؟ لا سنتين. كان سنتين. سنتين دبلوم كان. نعم. نعم هي اسمها أم درمان الثانوية الصغرى. الصغرى أيوة. أو التجارة. فبيدرسوا فيها. كانت شهيرة المدرسة دي جدا. نعم، وبرضو شهيرة بمدرسة الساعة لأنها كانت فيها الساعة. فيها الساعة نعم. ونحن كنا في الطابق العلوي، وتحت طوالي الوسطى الحكومية. أيوة. نعم. تابع عليها. يعني لا هي مستقلة طبعا، دي الوسطى بتاعت أم درمان اللي هي حكومية. وذكر كان ناظرة أستاذ زمراوي رحمه الله رحمة واسعة، ونحن كان عميدنا الأستاذ الكبير علي حسني. علي حسني. علي حسني نعم. كان رجل على فكرة يموت لنا بصلة القرابة بالله. أيوه علي حسني، وكان ساكن في منطقة حي البسطة بأم درمان. علي حسني نعم. سبحان الله. ده من الـ يعني كان قريب من المدرسة. نعم. من أعمدة التعليم. صحيح. السودان. فكان هو العميد. من الأساتذة بقى كان تقريبا الكل في الكل يقوم بالإدارة عمنا محمد المغربي، ومجموعة من الأساتذة يعني درسونا أستاذ محمد عمر بشير كان بيدرس تاريخ، ومجموعة كبيرة. محمد عمر بشير أخيرا عملت له مرثية. نعم ما بعد ذاك صادقنا طبعا لما تخرجت وظهرت في ولا كامل. ما تخلينا نسمع انت يعني هذا الوفاء لأساتذتك بعد ما هو انشأ الجامعة الأهلية، وفي احتفالات افتكر الجامعة الأهلية عملت هذه المرسية قدمت وظلت تردد في الإذاعة. خلينا نسمعها بالله. هذا وفاء يعني ما بعد وفاء لهؤلاء الأساتذة الذين تلقيت العلم على يديهم. الأستاذ محمد عمر بشير صاحب فضل كبير جدا على التعليم، لأنه هو من جاء بكرسي في جامعة الخرطوم، كان يعني جاء بكرسي جديد إن شاء الله أتذكره، وله مجاهدات سياسية، مؤتمر المائدة المستديرة إلى جانب الجامعة جوبة جامعة. أيوة. الجنوب. نعم. هو كان وراها. أيوة. كذلك جامعة الأهلية. صحيح. هو كان وراها. صحيح. إلى جانب الدراسات السودانية، وأذكر لما كان يفكر فيها دعاني واستضاف، كان في اثنين امرأة ورجل متقدمين في العمر من أظنهم من الإنجليز. فاتصل بي وقال لي دارك تجي، فجيت وحضرت النقاش، وكان أول مرة طبقوها في الأهلية الجامعة الأهلية، وبعد ذاك زي بدت تنتشر في الجامعات الأخرى. وطبعا ده كرسي مهم جدا بتاع الدراسات السودانية. صحيح صحيح. فصادقنا وبقت بياناتنا مودة كثيرة جدا، حتى لما
كان الدراسات السودانية أو الصلات البريطانية السودانية في درم، في جامعة درم في بريطانيا. نعم جامعة درم. فجاني قال لي دارك نقوم سوا، فقلت لي جدا، حتى التذاكر افتكر تبرع بها البريتش كونسل المجلس البريطاني. فالمهم في اشياء قمت انا وهو تاخر، كان لاسباب كده معينه، يمكن اسباب سياسيه. فالمهم الصله كانت صله. نعم. لما غادرنا الى الدار الرحيبه كنت انا في اللجنه، لجنه التامين. والبدايه بتاعت الجامعه الاهليه كانت بالقرب من الاذاعه. صحيح. المباني بتاعتها. صحيح. فاجتمعنا ومجموعه خيره من الاساتذه وطرحوا انه دايرين التأبين يبتعد بقدر الامكان عن التقليديه. يعني التأبين التقليدي معروف انه الناس يجتمعوا ويذكروا محاسن المتوفى ويتحدثوا عنه وربما القوا الخطب والشعر والى اخره. فطلعوا بانه لا، يتعمل اسبوع كامل وتقدم فيه محاضرات هذا الاسبوع. وقد كان قام الاسبوع، واول ما تقررت قضيه الاسبوع دي انا زي ما بنقول بطريقه اهلنا الطيبين دقيت صدري وقلت انا هقدم حاجه جديده. وانا ما كان في بالي، ما عندي شيء، لكن قلت اخذ نفسي اصرف في المحك دي. واتفقوا انه خلاص البدايه حتكون في نفس المباني اليوم الاول، واقدم الشيء اللي هعمله. الكلام ده يمكن قبل اسبوع تقريبا، من بعد اسبوع من وفاته. فقمت عملت بتاعت يا زارعا بالعلم اللي هي انت بتحكي عنها دي. نعم. وقدمتها، وبعدها بدت تتوالى المحاضرات في اماكن متعدده، بمعنى مثلا في قاعه الشارقه كان في محاضره افتكر قدمها الاستاذ القانوني وهو صديق عزيز الاستاذ أبيل هلير. واستمرت نحن بهذه المناسبه نحيي مدير جامعه ام درمان الاهليه الاستاذ البروفيسور كرار محمد بشير العبادي، ونحيي اساتذه الجامعه. وفي الحقيقه يعني مصداقا لحديثك عن قسم الدراسات السودانيه، أنشأت كلية أو قسم الدراسات مثلا عون الشريف قاسم، هذا الرجل الموسوعي فعلا عملوا له برضو، وكثير من عمر محمد عثمان أيضا كان مدير جامعة الخرطوم، أفتكر أخونا قرنبع هو رئيس قسم الدراسات التي تتعلق بالأستاذ الراحل عون الشريف قاسم. الأستاذ عمر محمد عثمان، أيوة، قدم في الأسبوع دي محاضرة عن الاقتصاد. هذا أذكره جيدا. السيد الصادق المهدي كان برضو محاضرة. فكل الأسبوع كان عبارة عن محاضرات متصلة. بتقول في القصيدة نسمع كلام. والجامعة الأهلية طبعا إلى جانب، كان قبل العميد الفات أو المدير الفات الدكتور خليفة صديقك اللي ذكرناه. أيوه. بتقول فيها شنو القصيدة يا كابلي؟ نسمع كده منك القاء. يا زارعا، يا زارعا بالعلم حضارة وفكرة، أهدت لأهل السلم ذكراك ألف زهرة، أريدها سلام. يا غصنه الزيتون طارت به الحمائم فاخضرت العيون، تظلها الغمائم في روعة السلام. وإلى أن أقول فيها مواكب الشباب، مواكب الشباب.
الباب تمر بالمنصة وأنت والكتاب مدرس وحصة كانت عن السلام كانت عن السلام كانت عن السلام يا زارعا بالعلم حضارة وفكرة أهدت لأهل السلم ذكراك ألف زهرة أريد سلام أريدها سلام أريدها سلام. والليلة الأخيرة السابعة كانت في حوش الخليفة وقدمت فيها ليس في الأمر عجب بمجموعة كبيرة أوركسترا وعازفين عظيم وكورس. والله هذا وفاء منك نادر وما أندر الوفاء هذه الأيام. أنا أهتم جدا بأساتذتي. نعم واضح. نعم. كان دواخلنا مفعمة وما زالت بالطرح القومية العربية وأبو آمنة طبعا من القوميين العرب الذين يشاروا إليهم بالبنان وكنا نعجب بعبد الناصر وبالطبع ما زلنا فلحنت وضعت اللحن لقوم صلاح الدين وعنوان جمال العربي واشهد بعثنا في لقاء القائد المنتصر شعبنا الأسمر من فرحته شعبنا الأسمر من فرحته يزرع الدرب بحب أخضر ¡Gracias!
عرفنا عرفنا إخوة سجل التاريخ أمجاد الرجال. يا عرابي يا عرابي يا عرابي قم وبارك لحظة ساقها المهدي رمزا للنضال. يا عرابي يا عرابي يا عرابي قم وبارك لحظة نلتقي فيها بعملاق الخنال. أنت يا ناصر مبدأ أنت فكرة يا أغلى ما بنينا من أمان. أنت يا ناصر مبدأ أنت فكرة يا أحلى ما عزفنا من أغاني. هي معناها انتصار للسلام أن يزول القيد من أيدي السجين. يومك يا الذي نعرفه غضبة تزهر في قلب العريس. يومك الذي نعرفه غضبة تزهر في قلب يومك يا الذي نعرفه غضبة تزهر في قلب العريس. في أعيادنا نذكره قائدا حرا وعزما لا يلين. يومك يا الذي فلنغني اليوم لحن الثائرين انتفاضات الجزائر. فلنغني اليوم لحن الزائرين لابن ليلى وانتفاضات الجزائر. للصبايا عشنا في قلب الوغى في أياديهن نار لا تحاذر. لرفيقات جميلة لجميلة لمعان تتجلى في الحرائر.